يوم سويت تحدي أنا ماما أخذ ورقة واحدة من هذا الورقة الحلو اللي يجنن. حلو يوم سوي ورق عنب هذا حشو. مرحبا، اليوم جايكم وصفة جديدة اللي هي الدلمة على طريقة ماما. هاي الأكلة هي حبوبة العراقية. دلمة الجلي ابداع ابداع وبيبي عاشت ايدك. بنات المواد اللي راح احتاجها الأساسية بالحشو الشبنت، الكرفس، البصل المثروم، اللحم المثروم والرز. صباح العافية عليكم حبايب، إن شاء الله الجميع بخير يا رب. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل الدولمة، طريقة البغدادية والبصراوية. طبعا أنا ناشرة قبل الطريقة، بس اليوم هم سويتها وحبيت أشارككم بها. هنا أنا أدي المواد كلها امامكم جاي تشاهدونها، البهارات حسب الذوق. طبعا بالنسبة لي راح اضيف اليوم شي جديد اللي هو الكرفس، والماء عنده كرفس يضيف بقدونس ويا الشبنت. احنا بالبصرة نسويها بالشبنت، بغداد يسوونها بالكرفس، فانا اليوم راح اخلط يعني اسويها بنكهتنا ونكهتهم يعني نفس الشي. هنا انا راح اخلي بصل مثل ما جاي تشوفون وخضروات اللي تحبون انتم تضيفونها، احنا بالنسبة لنا ما نخلي هواي لان ما يحبونها بالبيت اولادي، يحبون فقط الطماطة والسلج، واضيف لها انا البصل ابوهم يحبه. فهنا أنا تتكون من هاي الرز يعني اللي هو التمن، هاي الكرفس والشبنت، التمن واللحم هم حسب الموجود يعني عندكم. انا بالنسبة لي اضيف نص كيلو بنص كيلو. هاي هنا أنا المواد كلها اضيف هالشي على شي اثرمها واضيفها. صلصة الطماطة ابدي اضيف المواد العدة الموجودة. ها هنا التمن، الرز يعني، باقي الدول، هاي كلها تنخلط سوية. هسه ابدي اضيفن هاي المنكهات، دبس الرمان طبعا حسب الذوق كل من وطريقته. انا هاي طريقتي. هسه هذيك القليل من عدها اللي راح اسويها مالحة، وهاي الهواي الحالية لان بالبيت يحبون اكثر شي حالي. هاي هنا انا هم لا تردوا نضيفوا الليمون والملح، المعجون اضيفه، زيت الزيتون اذا بيها لي ما تحتاجون زيت هواي. هنا انا السكر الهاي الحالية يعني الشكر ضفناه هنا، وهناك راح نخلي نفس الحالة بس ما نخلي شكر، نخلي ملح وهم معجون نخلي لها. هسه هنا أنا جهزت عدي، خليت المواد كلها، وهاي عد الخضار أنا مجهزتها. هسه نبدي طريقة العمل، ألف الدول ما حسب الرغبة، أنتم شنو يعجبكم وشون ما يعجبكم تلفونها لفوها.
أنا بالنسبة لي ما راح أطول عليكم الفيديو، يعني بس راح أراويكم نموذج. وأنا يعني أنا بالنسبة لي الشكل مو، إذا واحد اللي يسوي هالبيت الشكل مو ضروري، يعني أهم شي الطعم، شلون ما تلفونها أنتم على ذوقكم. بس إذا واحد لا يريد يسوي هدية مثلا أو جاي لضيوف، لا يعتني بالمنظر مالتها حلو. إذا يسويها كلها أقلام أصابع سهلة، بس شنو يكون على وقت، يعني راد له وقت قاعد ويا أحد يساعد. أنا بالنسبة لي لوحدي ألفها، ولذلك ألفها على السريع، وإذا بيوم أسوي دول ما يعطوني مجال الأولاد، فيردونها تستوي من وقت لأن يحبونها يعني يتغدون. لذلك يعني ألفها حسب اللي أقدر عليه. هسه هاي أنت هنا أنا على مود أشوفكم للبنات، طبعا مبتدئات بناتي وغير بناتي وبنات صديقاتي، لأن طلبوا مني مرة ثانية يعني أعيد الدولمة طريقتها بصورة أوضح. فأنا قلت لهم راح أسويها على شكل هم حامضة وحالية، فردت أجربها بالكرفس بس طلعت كلش راقية. يعني بعد هم مثل مالتنا طيب احنا بالشبنت، بس جربوها بنات خلولها كرفس ويا الشبنت، يعني كلش راقي صراحة. انا ما كنت اخلي كرفس، بس جارتي عندنا بغدادية فقلت لي قالت احنا نضيف لها كرفس تطلع كلش راقي، وفعلا انا هسه جربت. هاي هنا الخلطة تمر هند، هنا انا راح اخلي تمر هند ودبس الرمان وقليل من اللمندوزي ومعجون وماي وملح. هسه هنا أنا بديت طبعا أضيفها على النار، هاي بالبداية خلوا النار عالية بعدين متوسطة بعدين هذا، يعني أكثر من ساعة تاخذ ساعة ونص هيك على النار. طبعا هاي هنا دائما الجدر الحالي يستوي قبل المالح لأنهم يفضلونه، فأنا أسوي لهم قبل لا أسوي هذا الجدر الثاني. بس طلعت فتشي يعني طعمها روعة، طلعت طيبة ما شاء الله، وأتمنى تجربونها. وأنا ما طولت الفيديو عليكم، ما لفيت يعني قدامكم، يعني اختصرت كل اختصار على مود ما أصير طول الفيديو عليكم. بس هو مبين يعني بعد طريقة اللف، طريقة شلون تخلونها بالجدر تصفونها كلها تعرف، بس أنا اختصرت الفيديو. لا تحبون تخلون ضلوع تطلع كلش طيبة، بس إحنا ما يحبونها. وبهالشكل حبايب جزة الدولمة مالتنا طلعت كلش حلوة، طعمها كلش طيب وعجبتهم البيت وألف عافية. لا تنسونا حبايب بالدعم واللايك والاشتراك. مع ألف سلامة. بس حبيت أذكركم بناتي اللي تحبيها صلصة الدولمة، يعني بيها صلصة حمراء سائلة رطبة الدولمة تنزلها بس تستوي، واللي تحبها ناشفة بدون صلصة تخليها أكثر على النار، يعني الوقت تزوده. وألف عافية.